السلام عليكم تراكي، دايرين بخير؟ نتمنى كلشي يكون بخير. اليوم فيديو جديد، توقعات مباريات اليوم الاحد. عندنا تصاود الماتش، حاولوا تاخذوا منهم 5 الماتشات ولا 4 الماتشات، وبالتوفيق للجميع. نبداو باول ماتش. أول مقابلة بين سيركل بروج مع كلوب بروج، من خلال إحصاء الأداء اللي تقدم الفريقين، وأيضا إحصاء مستوى الترتيب بينهم، وآخر مقابلة قاموا بها الفريقين. أحسن توقع لهذه المقابلة بليس ديال جونز. والمقابلة بين ساند غالين وليسيرن، الدوري السويسري، من خلال إحصاء الأداء اللي قدموا الفريقين، أيضا حتى مستوى الترتيب بينهم، وآخر مقابلة قاموا بها الفريقين. أحسن توقع لهذه المقابلة بليس ديال جونز. مقابلة بين الدوري الهولندي جو هيت إجليس مع توينتي، خلال إحصاء الأداء اللي قدموا الفريقين، وأيضا حتى مستوى الترتيب بينهم، آخر مقابلة قاموا بها الفريقين. أحسن توقعات المقابلة دوس فينال. مقابلة بين أوتريخش و بي اس في الهولندي، من خلال إحصاء الأداء اللي قدموا الفريقين، أيضا حتى مستوى الترتيب بينهم، وآخر مقابلات قاموا بها الفريقين. أحسن توقع لهذه المقابلة بليز ديال جونز. والمقابلة الرابعة بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي، خلال إحصاء الأداء اللي قدموا الفريقين، وأيضا حتى مستوى الترتيب بينهم، آخر مقابلات قاموا بها الفريقين. أحسن توقع لهذه المقابلة بي إي ماركو بجوج. المقابلة بين فيروتشينا وإمبولي، خلال إحصاء الأداء اللي قدموا الفريقين، وأيضا حتى مستوى الترتيب بينهم، وآخر مقابلة قاموا بها الفريقين. أحسن توقع لهذه المقابلة أس فينال. مقابلة بين جينك و أود هيفيريس، خلال إحصاء الأداء اللي قدموا الفريقين، وأيضا حتى مستوى الترتيب بينهم، وآخر مقابلة قاموا بها الفريقين. أحسن توقع لهذه المقابلة بليس ديال جونز. انا اخوتي كسالي الفيديو ديالنا، نشوفكم في فيديو جديد توقعات قادمة، وبالتوفيق للجميع، وما تنسونش في التفاعل ديالكم.
You're chilling in the rain. You're some kind of bird.